السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا مساء الصحة ويا مساء الجمال على الناس الحلوين اللي معانا. مطبخي بعشرين، مطبخكم معشرين ان شاء الله، كل حاجة فيه جديدة وكل حاجة فيه حلوة بإذنك يا رب، وهنعمل حاجات حلوة قوي مع بعضنا النهاردة. هنشوي فرخة كده حلوة مع بعض ورز بسمتي، وهنعمل شوية حاجات حلوة مع بعضنا كده ان شاء الله. نبدأ بالصلاة على الحبيب، صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب. معانا فرخة نقطعها من سلسلة الظهر كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. فرخة اهي قطعناها اهي، تمام. تعالوا بقى نشوف هنتبلها ازاي مع بعضينا. هنحط دبس الرمان وصويا صوص، ده دبس الرمان، صويا صوص، الملح طبعا، بهارات الفراخ 7 بهار، بابريكا، الصلصة اهو، تمام كده. وهنعمل دول كده في الكبة مع بعضينا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ابتدي بقى عشان بصوا بقى كده، انا حطيت طماطمايه وقرن فلفل، تمام، والبصل اهي. لازم بقى بايدينا كده بقى عشان خاطر ايه، ندخل التتبيله الجميله بتاعتنا ديت كده من جوه في كل حاجه كده فيها. نعم، قبل ما اتبل كده الفرخه بتاعتنا كده، فاصل قصير ونعود تاني مع بعضين، ما تروحوش في حته وما تغيروش المحطه. ورجعنا تاني مع الشيف شيرين. تعالوا بقى نشوف هنحط الفرخه بتاعتنا على الشوايه عشان ايه. يلا تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصي يا حبيب قلبي، حطها كده ايه، صل على الحبيب، صل على الحبيب عشان قلبك يطيب اهو. هنسيبها بقى كده، ولا هنقلب فيها ولا نعرف فيها، هي زي ما هي كده لحد ما تدي وش، ونقلبها تاني مع بعضينا. هي مش تاخد وقت عشان هي اصلا صغيره، وهي يعني للشوي اصلا اهو. لو عايزينها بقى تستوي بسرعه اهي، تمام كده. يلا هنعمل ايه تاني مع بعضينا؟ هنعمل الرز البسمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. نحط برضو الزيت، الو 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 الو، ازي حضرتك؟ ازيك يا نورهان؟ الو، عامله ايه؟ ازيك يا نورهان، عامله ايه؟
أمريني يا رهاء يا نورهان، سؤالك ايه يا نورهان؟ عايزة أعرف طريقة المسقعة باللحمة المفرومة. حاضر، من عينيا يا حبيبة قلبي. تأمريني بحاجة تانية يا نورهان؟ شكرا يا حبيبتي. ماشي يا حبيبة قلبي. بصوا بقى، سلام يا نورهان. بصوا بقى، احنا حطينا هنا شوية زيت صغيرين وحتة زبدة، هنحط البهارات بتاعتنا بتاعة اللي هي الرز، نشوح كده البهارات شوية. نشم ريحة البهارات كده الحلوة الجميلة دي بتاعتنا، ونيجي نحط بقى ايه الرز، بس ما نخليش البهارات بتاعتنا تتحرق اهي. بصي يا حبيبة قلبي، المسقعة بنحمر البتنجان طبعا، بنقلي البتنجان عادي طبعا، بنعصج اللحمة بصلاية قرن فلفل، بنعصج اللحمة تعصيجة حلوة كده، وبنسبك الطماطم بالبصلاية ونحط عليها البتنجان ونحط عليها الفلفل، نحط عليها البتنجان ونحط عليها اللحمة، وبعد كده بنحط اللحمة في النص وبنحط رق بتنجان تاني وبطاطس، وبعد كده بنزقها في الفرن وبألف هنا. بتعملي بقى بشاميل لو انت عايزه تعملي بشاميل براحتك، مش عايزه تعملي بشاميل برده براحتك. البشاميل كوبايه دقيق وربع ربع كوبايه زيت وكوبايه لبن. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ادي الرز اهو، شامين الريحه الجميله دي؟ تعالوا شموا معايا بقى الريحه الحلوه دي من شيرين كده. وادي الفراخ بتاعتنا اهي، صلاه على النبي. هستأذنكم فاصل قصير ونعود تاني على طول. ورجعنا لكم تاني مع شيرين. كده الرز انا شوحته بالزبدة والزيت والبهارات بتاعتنا، ونزود مية. عامة الرز البسمتي يا جماعة بيتزود اكتر من الرز البلدي، لان الرز البسمتي بياخد سوى اكتر من الرز البلدي. يعني انت لو بتزودي مثلا كوباية هتحط كوبايتين او كوبايتين ونص كمان، تمام؟ اهو شوفي الملح بتاعنا. الو، الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ايمان؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ عامله ايه؟ انا بهنيكي على البرنامج ده، جميل جدا. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يكرمك يا رب. والله جميل جدا جدا. يا ريت المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله تعملي لنا فتة الكوارع وكوارع. من عينيا يا حبيبه قلبي، والله منوره الشاشه يا فندم. انا شفت حضرتك في برنامج قبل كده، هو روعه حبيبة قلبي، ربنا يرضيك كده. ربنا يخليك والله يا فندم، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. إسلامي. شكرا يا ايمان، نورتيني. كده الرز، وادي الفراخ بتاعتنا بتتشوي اهي خلاص مع نفسها. تعالوا بقى نعمل بقى العيش بتاعنا. انا عجنه العجينه، بس انا هعجن لكم برضو عجينه، ولا نبدا على طول بالعجينه اللي انا عجناها واقول لكم الطريقه عشان الوقت. بصي يا حبايب قلبي، العيش ده انا عجناه بكوبايه لبن اهو، نعمله بعد كده هعجنه معاكم دلوقتي. انا عجناه بكوبايه لبن ومعلقه سكر ومعلقه خميره فوريه وربع كوبايه زيت، تمام؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه سريع كده مع بعض عشان وقت البرنامج، وهعجنها لكم برده. اتفضل بس كده. بصوا بقى اهي اختمرت اهي، بصوا الجمال. اللي حابب يصور المقادير، المقادير بتاعتنا على الشاشة موجودة، واللي عايز يسأل اي سؤال انا معاكم اهو.
ان شاء الله كده خير بإذن الله. مش مكلفة يا جماعة، العيش ده مش مكلف أصلا، احنا بنجيب الكيلو من بره بمبلغ، احنا بنعمله في البيت بأقل سعر. براحتك، عايزة تكبريه عايزة تصغريه براحتك. ادي اهو، شوف الفراخ كده عشان ما ننساهاش. الو، الو، ازيك يا مروه؟ الو، اتفضلي يا مروه، معاك اهو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مروه؟ الله يسلمك. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله، شرفتيني، منوراني يا مروه. قولي سؤالك. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. احنا عايزين نعرف طريقة عيش جديد. تعرفي ايه؟ طريقة عيش جديد ده. مش سامعه، وضحي سؤالك كده. مروه، عايزين نعرف طريقة عيش جديد ده. مش طريقة عيش جديدة؟ حاضر يا مروه، من عينيا. حاضر حاضر يا مرو. الرز بتاعنا اهو كده، احنا تمام، حلوين قوي يا حبايب قلبي. والله ادي الرز اهو، بص الميه قد ايه بتاعته اهي، تمام. بص بقى، النشابة دي موجودة في كل بيت طبعا، ولو مش موجودة هاتيها. بص يا حبايب قلبي، خلي السمك الرغيف كده، مش يبقى رقيق قوي، تمام اهو. احنا بنسيبه يخمر كده برضو بعد ما بنفرده تقريبا 10 دقايق، وبنسويه على الطاسة كمان من فوق، مش بنحطه في الفرن ولا الكلام ده. نعم، ادي العجينة اهو. على فكرة الفرخة هي قربت تستوي، يعني بصوا، رغم ان هي كده اهي اهي، بص الجمال، لسه هنا. اهو تمام، انتوا خدتوا الفكرة اهي، فكرة العيش اهي. وادي الرز اهو بتاعنا، تمام، احنا كده تمام قوي. اللي حابب يسأل اي سؤال اي حاجة انا معاكم اهو، يلا عايزين متداخلات، يلا. الو،
شيرين. الو. ايوه. ايوه مين؟ انا ام محمد. اهلا يا ام محمد، عامله ايه؟ نورتيني. ربنا يخليكي. انا عايزه بس اعرف طريقه الزيتون المخلل. من عينيا. حاضر يا ام محمد. ماشي. تأمريني بحاجه تانية يا ام محمد؟ ربنا يخليكي، الف شكر. ماشي يا حبيبتي. مع السلامه. مع الف سلامه. بصي يا ام محمد، انت بتجيبي الزيتون اللي هو التفاحي، اللي هو ما بتجيبيش العزيز. العزيز ده بياخد وقت. في نوعين زيتون، تفاحي وعزيز. هتجيبي التفاحي وبتجيبيه من السوق، بتغسليه كويس او بتقطعيه او بتدقيه وبتحطيه في ميه يومين كده او يوم من اول النهار، بتنزلي المرار بتاعه. بتجيبي 2 كيلو ليمون، بتجيبي جزر، بتجيبي كرفس كده يعني، وملح وخل وشطه بس كده. تمام. احنا كده، انا كان نفسي تكونوا معايا تشموا الريحه الحلوه دي. والله نغطيها عشان تستوي. هو لازم يخمر شويه وبعد كده نسوي، بس نسخن بقى الجريل بتاعتنا. طيب فاصل ونواصل معاكم تاني. فاصل ونراجعين لكم تاني على طول. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني مع الشيف شيرين. ادي الرز بتاعنا وجميل اهو. ادي الرز اهو جميل جدا اهو. وادي الفرخه بتاعتنا برضو وحلاوتها اهي وجمالها. بتتكلم الفرخه دي على فكره، لسه فيها الروح. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا هعجن لكم بقى عجينه العيش عشان تبقوا ايه عارفينها وشايفينها. ادي الدقيق اهو، كوبايه دقيق عليها معلقه سكر ومعلقه خميره فوريه، تمام، وعليها ذره ملح، وهحط الزيت في الاخر وانا بعجن، تمام، عشان ما ننساهوش. وادي اللبن يكون دافي، ونسمي بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. كده انا حطيت الرز اهو، الرز كل دماغي. كده انا حطيت لكم العيش اهو، بيقعد يرتاح كده 10 دقائق كده وهنسويه. وادي اهو، تحطوا اللبن، هي كوبايه لبن بس، تحطوه بقى بالشويه كده عشان خاطر ايه، لو عوزت دقيق ما تخافوش، انا كده كده هعوز دقيق عشان زودت اللبن، تمام، عشان اول ما هحط الزيت هيطرى اكتر. بصوا انا كده خليتها ايه سايبه منها، هي عايزه دقيق. ثانيه واحده هجيب لكم الدقيق كده اهو. يعني ما تخافوش من حاجه اهو. ماشي. صلوا على الحبيب يا جماعه عشان قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى مسكت نفسها ازاي اهي. ما بعرفش اعمل بالجوانتي، معلش سامحوني. معانا اتصال تليفوني فصل. بصوا بقى كده اهو، ادي العجينه بتاعتنا لمت نفسها اهي، لما نفسها من الطبق خالص اهي. يبقى احنا حطينا كوبايه لبن على كوبايه دقيق،
بس مش يعني كوبايه اللبن قد كوبايه الدقيق، لا طبعا. تمام، ومعلقه خميره فوريه. بص بقى، معلقتين زيت اهو، خلاص كده. ثانيه واحده بس نبص على الفرخه بتاعتنا دي. ومعانا اتصال تاني، مين معانا؟ رحاب. ازيك يا رحاب؟ مين؟ الو، ازيك يا رحاب؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيرين؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عارفاني انا مين؟ لا والله. رحاب. ازيك يا رحاب؟ فاكراني ولا لا؟ لا والله. رحاب بنت عمي؟ ايوه. ازيك يا رحاب؟ عامله ايه؟ عامله ايه يا شيرين؟ نورتيني. الف مبروك على البرنامج الجديد. الله يبارك فيكي يا حبيبه قلبي، ربنا والله يخليك. والله فرحانه لك خالص، والله انت تستاهلي كل خير. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يبارك والله انت تستاهلي كل خير، يا ربنا يوفقك ان شاء الله. الله يبارك لك يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي يا رب. الف مبروك يا شيرين يا رب، ويديم عليك النعمه يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا حبيبه قلبي، ربنا يبارك. والله فرحانه لك، انت تستاهلي كل خير اصلا. حبيبتي حبيبتي، ربنا يخليكي دايما بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. يا رب يخليكي يا قلبي، ربنا يبارك لك يا رب. تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي، ربنا يخليك يا رب، نورتيني. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك، تسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليك يا قلبي، ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. مع السلامه. بص بقى الرز بتاعنا الجميل، بص الرز اهو مفلفل اهي، ولا معجن ولا اي حاجه اهو. وعملنا العيش بتاعنا على الهواء اهو، الرز بتاعنا فاضل له حاجه بسيطه بس خالص. نورتيني يا رحاب، وشكرا لاتصالك. بص بقى انا عملت العيش اهو، عجنته لكم اهو. بص العجينه اهي زي الفل، هنسيبها بقى تخمر براحتها ونشتغل زي ما احنا ايه اشتغلنا كده. تمام، واللي عادي يصور مقادير العيش موجوده معاكم على الهوا. تمام، تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا. من ريحة الشوي يا جماعة، ريحتها جميلة. بص بقى هنمسك السكينة كده عشان برضو لو فيها أي حاجة. تمام، هي أصلا استوت أصلا خلاص. احنا كده ماشيين تمام يا جماعة. الفرن شغال ومعانا اتصال. الو. الو، ازيك يا فايزه؟ الحمد لله. انا معاك يا حبيبه. مين معاك يا حبيبه؟ حبيبه، ازيك يا حبيبه؟ تمام والله الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ تمام الحمد لله يا رب دايما الحمد لله. تمام والله الحمد لله. أمريني يا حبيبي. نعم، انا قاعده دلوقتي ومتابعاك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك لك. ده شرف ليا يا حبيبه قلبي. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. وطي صوت التلفزيون شويه يا حبيبي عشان اسمعك. حاضر. أمريني يا حبيبي، عايزه حاجه اقولها لك؟ كنت عايز اعرف طريقه بلح الشاي. طريقة بلح الشام من عينيا. حاضر، هقول لك عليها وهعملها لكم ان شاء الله المره الجايه، ايه رايك؟ انا كنت عايزه اعمل لكم حلو، هعملها لكم المره الجايه. تمام ماشي ان شاء الله يا حبيبه، من عينيا. بصي يا حبيبه، تجيبي معانا على الاتصال ولا قفلتي؟ خلاص يا حبيبه، شكرا يا حبيبه، وهقول لك على تعملي ايه، واحنا هنعمله برده ان شاء الله الحلقه الجايه مع بعضينا. صلوا على الحبيب الاول عشان قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هتجيبي يا حبيبه كوبايه ميه، تسيبيها تغلي على النار، هتحطي عليها ربع كوبايه زيت تغلي معاها. هتجيبي الدقيق كوبايتين دقيق او كوبايه ونص دقيق، وهتحطي الدقيق مع الميه مع الزيت اللي بيغلي ده، وبعد ما غلى وتقلبي تقلبيه جامد هيتكتل يبقى كتله واحده.
هتحشيه من على النار تخليها تهدى العجينه وطول ما هي على النار تفضلي برضو ايدك فيها، بعد ما تحشيها من على النار تفضلي ايدك فيها برضو عشان تنعم معاكي. هتجيبي بيضتين او تلات بيضات بس بيضتين كويس، وتحطي عليهم ذره خل صغيره خالص ومعلقه فانيليا صغيره وتقلبيهم، وهيبقى احلى بلح شام ان شاء الله معاكي يا حبيبه قلبي. بصي يا حبيبي انا بحط العيش اهو، بس هو لسه مسخنش. بصوا الجمال، بجد والله الريحة جميلة وان شاء الله الطعم اجمل. يسخن بس ال ومعانا اتصال. الو الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا وسهلا بحضرتك، كنت بس حابب اعرف طريقه عمل المبكبكه، وبهنيكي طبعا على البرنامج الجديد ودايما متالقه كده وفي تقدم ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك لك يا رب، من عينيا حاضر. الله يخليكي. وفي سؤال تاني معلش. اتفضل. كنت بطلب من حضرتك برضو يعني افضل طريقه لتسويه الممبار. من عينيا حاضر. ماشي، شكرا لحضرتك، صباح الفل. شكرا لله، ربنا يخليك. الممبار لما بيتحط في اهم حاجه ما يتمليش، يعني ما يتملهوش رز. تمام. في ناس بتربطه، انا امي من هواء اللي هي تربطه، انا ما بربطوش. في ناس بتربطه وفي ناس ما بتربطهوش. تمام. عايزه تربطيه، عايز تربطه اربطه، مش عايز تربطه براحتك. واهم حاجه الميه تكون بتغلي خالص، هتحط في الميه جزرايه وبصلايه وقطايه، وهتحط فيها الممبار. مجرد ما تطلع بعد ربع ساعه لقيت دوست على صبع الممبار، لقيت ايدك غرزت فيه، ما اتفتحش، ايدك غرزت يعني طري كده معاك، طلعه وحطه في مصفى عشان خاطر لو سبته في الشوربه زي ما هو هيتفتح منك كله ولا كانك عملت اي ممبار. تمام. بصوا بقى الرز بتاعنا خلص يا جماعه اهو. وادي العيش بتاعنا اهو على النار، عشان انا حطيت العيش كانت لسه الجريل بتاعنا سخن. عايز تعمليه في طاسه براحتك، عايز تعمليه في الجريل برضو براحتك، اللي يريحك، اللي موجود عندك اي حاجه. هو خلاص الفرخه بتاعتنا قربت تستوي، بس احنا عايزين تبقى عينينا عليها على طول عشان خاطر ما تتحرقش مننا. تمام. بص الرز بقى وجماله، الله على الريحه الجميله دي اهو. بصوا مفلفل اهو، ولا واحده معجنه ولا واحده زي الفل اهو. العيش اهو. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب. ولو عايزه تحطي، الله يخليك، ولو عايزه تحطي عليه مكسرات هقول لك تعملي المكسرات ازاي. هتجيبي اللي انت عايزه تحطيه حطيه، هتجيبي الكاجو او الفز او البند او اي حاجه انت عايزه تحطيها، هتحطيها على النار على الهوا كده في طاسه، وتقعدي تقلبي فيه تقلبي فيه بس كده وخلاص، طلعي الطراوه اللي فيه بس كده، وتحطيه برضو على الوش بعد ما يستوي. تمام. ايه رايكم في الرز بتاعنا الجميل ده؟ كده الجريل بتاعنا سخن، هو ما كانش سخن في الاول. بص بيطلع ازاي اهو، بيقب اهو، مش عارفه النار ضعيفه.
صوص الجمال. ومعانا اتصال. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست شيري؟ دي مرات عمي. ازيك يا مرات عمي؟ انت عامله ايه يا حبيبتي؟ حبيبه قلبي عامله ايه؟ مبروك عليك يا قلبي ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك لي فيك يا رب. امي الثانيه الله يخليك يا حبيبتي. انت عامله ايه يا شيري؟ الحمد لله، ربنا يديمك عليا يا رب. الله يخليك، ربنا يوفقك يا حبيبتي وحاجاتك الجميله والله يا شيري. ربنا يبارك لي فيك يا رب، ربنا يبارك لي فيك يا رب. تعيش يا حبيبتي، تعيش يا قلبي، تعيش. انا كنت هطلب منك بلح الشام بس انت قلتيه. لا وهعمله ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، هنعمله ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا رب. يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. ماشي يا حبيبتي، مع الف سلامه. نورتيني. ادي العيش اهو. عايزين ترش له زيت تديله لمعه، بس انا شايفاه بيلمع، مش محتاج زيت ولا محتاج اي حاجه. هو ما شاء الله اهو. كمان بصوا، عايزه اوريكم حاجه، انا عارفه استوى ولا ما استواش، مش مشكله. بصوا بقى اهو، اهو هو استوى، مش عايز اي حاجه، بس احنا برضه هنخليه تاني، لسه معانا وقت. العيش بتاعنا اهو. اهم حاجه يا جماعه عشان العيش ده ينجح لازم يكون الجريل سخن. انا حطيته ما كانش الجريل سخن، تمام. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. العيش ده ينفع بقى في السقعة كده مع اللبن، ماء كده مع كوباية نسكافيه حلوة كده. تدي لعيالك وهم رايحين المدرسة وهم رايحين الحضانة، أي حاجة يعني. ألو؟ طب ارجعي اتصلي بيها تاني يا حبيبتي. ادي العيش بتاعنا اهو جميل. انا بشكر كل اللي وقف جنبي وكل اللي حابب حب يساعدني ويشجعني ان انا ابقى في المكان ده. انا وجودي اصلا في المكان ده يبقى بالنسبه لي نجاح، والحمد لله. انا بجد بجد يعني عايزه اقول لكم بجد شكرا، وانا بحبكم جدا والله. وكل اللي بيشجعني وكل اللي بيشجع اي حد، شجعوا بعضيكم، محدش يحبط حد. يعني انا في اللي بيحبطوا كتير على فكره، فمحدش ليه دعوه بحد. في عايزه حاجه تعمليها اعمليها، مالكيش دعوه باي حد خالص في حياتك يقول لك لا ما تعملي. انت شايفه اللي انت تعمليه ده حلو، اعمليه، تمام. وربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم يا رب. ماشي. الو الو. ازيك يا شيخ؟ اهلا، ازيك يا ولاء، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه، اخبارك؟ كويسه الحمد لله. امريني يا ولاء. ايه رايك الاول يا ولاء، ايه رايك في الرز الحلو اللي انا عاملاه ده؟ بجد تسلم ايدك حبيبه قلبي، حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي، وعلى الاكلات اللي انت عاملاها دي حلوه قوي. ربنا يخليكي يا قلبي، امريني. عايزه طريقه المكرونه بشاميل. من عينيا، حاضر، هنعملها مع بعضنا هنا وهقول لك عليها. ماشي. امري، حاضر يا ولاء. تأمريني بحاجه تاني؟ لا
لا شكرا. شكرا لاتصالك يا ولاء. بصي يا ولاء، صلي الاول على الحبيب عشان قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتسلقي المكرونه، لو هتعملي نص كيلو تسلقي نص كيلو المكرونه، عليه كوبايه لبن سلقناه خلاص كده نص سوا، ما بقاش سوا على الاخر، تمام. تجيبي بقى البشاميل، تجيبي كوبايه لبن على 4 معالق دقيق، هتحطي الدقيق في السمنه، بتخلي السمنه اكتر من الدقيق، تمام. الو، مفيش حاجه. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيري؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الف مبروك عليكي، انا مرات خالك. اهلا حبيبه قلبي. الف مبروك يا حبيبتي على البرنامج، ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليكي ليا يا رب، ربنا يخليك يا رب، ما يحرمنيش منك ولا من سؤالك يا رب. حبيبتي ربنا يفرحك. عامله ايه؟ الحمد لله. وايه الحاجات الجميله اللي انت عاملاها دي؟ بجد ايه رايك في الرز اللي انا عاملاه دوت؟ الحمد لله كويس طبعا، حلو طبعا، جميل. انت كل حاجتك حلوه يا شيري والله. حبيبت، ربنا يوفقك يا حبيبتي يا رب ان شاء الله. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. ماشي يا حبيبتي، شرفتيني. بالتوفيق يا شيرين يا رب ان شاء الله. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يبارك لك. خدي طيب خالتك. طيب ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبة قلبي. يا شيرين حبيبتي، مبروك يا شيرين، يا رب يبارك في عمرك، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. يا رب يخليكي ليا يا خالتي يا رب. الله يخليك، عامله حاجات حلوه خالص يا شيرين بجد والله. عارفاك ما بتحبيش تجامل انت يا خالتي والله. الله يخليك يا شيرين. حبيبة قلبي، ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. تعيش يا حبيبتي، الله يخليك. لا مش خالتي اللي علمتني الاكل، اللي علمتني الاكل جدتي وامي. خالتي ده حبيبتي، كلنا العيلة كلها الصراحة بتعرف تطبخ الحمد لله. أنا بشكر كل حبايبي وكل أهلي وكل عيلتي وكل اللي بيقول لي كلمة حلوة، ربنا يبارك لك ويبارك لك وربنا يبارك لكل واحد يا رب، ربنا يجعلكم نعمة في حياتي يا رب. الحمد لله الحمد لله. بص العيش بتاعنا أهو. هنحط هنطلع بقى الفراخ، هنحطها على صح كده. ايه رايكم؟ الو الو، ايوه ممكن اكلم الشيف يا فندم؟ انا معاك الشيف شيرين، اموريني يا حبيبه قلبي. حضرتك منوره الشيف يا فندم. يا رب يخليك، يا رب يبارك لك. ربنا يخليك، ألف مبروك البرنامج. ربنا يخليك يا رب، الله يبارك في عمرك يا رب. حبيبتي تسلمي. ماما كانت عايزة تكلم حضرتك تسألك على حاجة. تتفضل، تحت أمرها. اتفضلي هي معاكي. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمورين. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ ألف مبروك يا فندم، إن شاء الله دايما يا رب. يا رب يخليك يا رب، الله يبارك فيك يا رب. يا شيخ كنت عايزة اسأل حضرتك بس على طريقة الرز البسمتي بالفراخ. تمام، يعني انت عايز تعملي الرز البسمتي على الفراخ؟ اه على الفراخ والخضار وكده يعني. زي المقلوبة يعني. اه. من عينيا، حاضر. لا يا حبيبتي ربنا يخليكي حبيبتي. من عينيا، أموري. من عينيا، حاضر. بصي بقى، هنجيب انت عايز تعملي المقلوبة. صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هتجيب الخضار بتاعك، لو عايزه تعملي بتنجان هتجيب البتنجان، هتديه نص تقليه يعني، يا دوبك تديه لون ذهبي كده، تسويه بس كده وتحطيه في الطاسه. هتجيبي بصلايه الاول، هتحطي بصل في الطاسه في الحله من تحت في القعر، وبعد كده هتحطي البتنجان، وبعد كده تحطي البطاطس وتحطي طماطم وتحطي الفراخ. الفراخ تجيبيها تغسليها غسله حلوه، تتبليها التتبيله الجميله بتاعتك، وتشوحيها على النار شويه وتحطيها برده في الحله. والرز دوت اللي احنا عاملينه هو هو نفس الطريقه اللي انا عملتها في الاول. هتجيبي البهارات بتاعتك الحلوه ديت، هتحطيها في الحله وهتقلبيها، هتحطيها بعد كده على وش كل اللي انت عملتيه ده، وتزودي الميه بتاعتك 2 كوباية، وبعد كده تقلبيها بعد ما تستوي، هتبقى احلى مقلوبه ان شاء الله، وهعملها لكم برده ان شاء الله. طيب
انا كنت عايزه اعمل طحينه بس الوقت ما اسعفناش. انا عملت الفراخ شويه لكم فراخ، احنا الوقت هنختم معاكم معلش بقى. هتوحشوني الاسبوع الجاي ان شاء الله نتقابل. الرز البسمتي احنا عملناه، الفراخ المشويه تبلناها التتبيله بتاعتنا الحلوه والبهارات بتاعتنا اللي انت شفتوها قدامكم ديت، وادي العيش بتاعنا والعيش بيستوي بقيت اهو. وانا اتشرفت بوجودي معاكم وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم، وان شاء الله ابقى خفيفه عليكم كده. ولنا انتظرونا الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد. كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسلامه يا رب.